الفريزر فيرب ده فيرب جاي بعديه حرف جر، حرف الجر هنا مغير معنى الفيرب. يعني ايه؟ يعني مثلا لما اقول لوك بس معناها انظر، لوك فور ذا كيز او لوك فور ذا ماني يبحث عن حاجه او يدور عن حاجه، تمام؟ لوك فور ذا سيف يبحث عن اللص. نفس الكلام هنا عندي بعض الفريزر فيرب زي كلمه برينج اباوت معناها اتشيف، داي اوت means become extinct يعني ينقرض، go up معناها increase يعني يزيد، get rid of something يعني dispose of it يعني يتخلص منها، use up completely finish يستهلك أو يخلص، foul up معناها pollute يعني يلوث. okay again يا محمد من أول خالص. لا من أول ال phrasal verbs بس bring bring تمام. out bring out about bring about achieve yes die out die out become extinct تمام go up increase get rid of dispose of of تمام up completely finish تمام foul up, up pollute pollute تمام thank you so much. عندي البيج اللي بعدها بيقول لي هنا بسم الله الرحمن الرحيم yes جايب هنا البيج دي بقية الكلمات ده كام؟ تمام. هنا جايب لي solar panels اللي هي ألواح الشمسية أو ألواح الطاقة الشمسية، chicken pool اللي هو المكان اللي بنربي فيه الدواجن، conserving energy أو conserving energy اللي هي إزاي أحافظ على الطاقة، عندي كلمة recycle، recycle اللي هي إعادة التدوير، إن أكون عندي حاجة بعملها إعادة تدوير، unplug إن أنا بشيل الفيشة من الكهرباء أو يعني لما أخلص مثلا أي جهاز بقوم شايل الفيشة بتاعته من الكهرباء. اعمل له unplug. سواب، سواب هنا معناها بحول او بغير، تشينج يعني، وكات داون يعني اقطع، اقطع الشجر او يقطع اي حاجه ثانيه. جايب بعد كده draw attention يجذب الانتباه، take seriously لما اقول لك مثلا ايه take it seriously يعني اتعامل الموضوع بجديه شويه، environmentally friendly way طريقه صديقه للبيئه، عندي find a replacement، كلمه replacement هنا معناها يجد بديل لحاجه سواء بقى الطاقة أو أي مصدر من مصادر الطاقة اللي هي we need to find a replacement for oil، محتاجين نلاقي replacement أو بديل للزيت أو البترول. بعد كده بيقول لي fall from كذا to كذا يقل أو يتجاوز ينزل من قيمة كذا لقيمة كذا. هنا بيقول لك the population has fallen from 60 million to 70، هنا معناها بتزيد يعني fall from كذا to كذا يعني زادت من المقدار ده للمقدار أكتر أكبر منه. based on يعتمد على أو مبني على أساس، the report based on scientific data مبني على data أو بيانات علمية، died out قلنا معناه إن هو become extinct يعني انقرض، the fish مثلا will have died هينقرضوا كلهم by 2030، refer to يشير إلى، بيقول هنا the report refers to a dangerous problem التقرير بيشير لوجود مشكلة خطيرة، وآخر حاجة كلمة run on يعني تدور، هنا كلمة run مش معناها يجري معناها يدور. أقول لك مثلا the machines أو we should think of engines run on water، run on water يعني بتدور أو بتشتغل بالكهرباء بتشتغل بالمية، هنا run on يعني معناها تشتغل بالمية أو بتدور بالمية. نقف لحد الجزء ده بس تمام.